دارج هذه المحاضرة في إطار برنامج الاحتفالية الكبرى تكريما للفنان والمبدع الأستاذ رشيد برياح. وقد تمحورت هذه المحاضرة حول الأوراش الثقافية الكبرى بجهة طنجة تطوان العسيمة، حيث تطرقت من خلالها إلى مشاريع وبرامج وزارة الثقافة برسم السنة الحالية، وكذلك حصيلة الأنشطة والمشاريع والبرامج التي أنجزت برسم 2018، وتمحورت كذلك حول المحاور الرئيسية التي تشكل جزءا من استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية الفعل الثقافي بالجهة، وخاصة محور ترميم وصيانة ورد الاعتبار للتراث الثقافي بالجهة، ومحور تنشيط والتظاهرات الثقافية ودعم الإبداع بكافة أشكاله وتنظراته، وكذلك دعم وتشجيع القراءة العمومية من خلال خريطة وشبكة المكتبات بالجهة، بالإضافة إلى محور الحكامة ودعم قدرات العاملين في المجال الثقافي بالجهة. كما تطرقتم خلال هذه المداخلة إلى مجمل المشاريع الثقافية، وخاصة تلك المدرجة في إطار الاتفاقيات الملكية والتي تشكل جزءا من رعاية صاحب جلالة نصره الله لهذه الجهة من خلال هذه المشاريع الضخمة والمهيكلة للعمل الثقافي بالجهة. أولا صباح النور، صباح الحبر والإبداع، سعيدة جدا بحضوري في حفل تكريم الفنان الكبير رشيد برياح، رمز من رموز أغنية المغربية، طبعا ملك الراي. ستكون اليوم في 6 مساء حفلته البطيخة، طبعا مسرورة جدا أنني سأكون حاضرة في الحفل، وطبعا بحضور نخبة من الفنانين والمطربين الكبار. ألف مرحبا بكم، شكرا جزيلا. معكم الشاعرة والصحفية صباح بريش، متخصصة في الصحافة والإعلام. شكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.